نعم، بالنسبة للقوات المسلحة اليوم تسيطر بالكامل على منطقة غدوة، والآن تتقدم القوات المسلحة باتجاه ما بعد منطقة غدوة. طبعا حصيلة الاشتباكات اليوم كانت اشتباكات قوية جدا، يعني خسرنا فيها عدد من الشهداء، ربما عدد 5 شهداء ومجموعة من الجرحى. واليوم قام قبل قليل، يعني هذه الآن يعني رجعنا الآن من مطار تمنهند، يعني والقوات المسلحة يعني قامت بتسخير عدد من الجرحى بحضور آمر المنطقة العسكرية، بحضور اللواء عبد السلام الحاسي، بحضور عدد من الشخصيات العسكريه الهامه لتسخير عدد من الجرحى الى مدينه بنغال. نعم حمدي، طيب كيف تابعت جاهزيه القوات المسلحه وانطلاقها لتحرير مزيد من مناطق الجنوب المحتله؟ نعم، القوات المسلحه اليوم يعني تسيطر على منطقة غدوة بالكامل، ولا سيما بساعات قليلة وسيعلن الجيش على سيطرة لمواقع جديدة في يعني ما بعد منطقة غدوة، ربما تراغن ومرزق وغيرها من المناطق. القوات المسلحة اليوم يعني تشن ضربات قوية وموجعة للعدو وللمرتزقة الفدية الموجودين في عدد من المناطق التي أو المرتزقة المتحالفين مع عدد من الإرهابيين و يعني مجموعة من يعني خلينا نقول مرتزقة، إرهابيين، أنصار شريعة، قاعدة، تحالفات عديدة في المنطقة الجنوبية. ولكن القوات المسلحة يعني الآن تقوم بدورها بالكامل، تأمين مدينة سبها، تأمين بلدية وادي البونيس، منطقة تمنهند، المطار العسكري، المطار المدني، يعني والعديد من يعني الخدمات اللي يقدم فيها الجيش للمواطن لراحته ولأمنه ولأمان منطقة أو المنطقة الجنوبية بالكامل التي بدأت المعارك فيها من مدينة سبها. طيب نعم حمدي، ما هو الوضع بمستشفى سبها الطبي من حيث الاستعدادات والجاهزية؟ هل من نواقص؟ نعم، قبل ربما أقل من ساعة كنا في مستشفى أو مركز سبها الطبي الذي يعني احتضن العديد من الجرحى وقاموا من ثم إلى تسفيرهم إلى المستشفى الميداني بقاعدة تمنهند، ومن ثم إلى مدينة بنغازي. المستشفى يحتاج يعني متبرعين بالدم كثر. طالب المكتب الإعلامي بمركز سبها الطبي يعني المواطنين بالتبرع بالدم في مركز سبها الطبي، كما طالب المواطنين يعني بسرعة الحضور أيضا للمستشفى حتى يكون المستشفى على كامل جاهزيته. المستشفى يعمل رغم قلة الإمكانيات، يعمل رغم قلة الدعم، ولكن يعمل في هذه الظروف بشكل جيد نوعا ما. يعني طيب ما هو الدعم، حجم الدعم الذي يقدمه الأهالي من حيث المواطنين إلى القوات المسلحة؟ نعم، يعني فرحة الناس هنا يعني أعتقد أنها يعني كبيرة. الناس يعني فرحانة اليوم الآن، يعني حاليا نحن في مدينة سبها، وهذه الشوارع يعني هذه شوارع مدينة سبها، بإمكان يعني الناس يعني أنهم يشوفوا كيف الناس فرحانة. نحن في أحد الشوارع المعروفة في مدينة سبها، والكل يعلم هذا الشارع يعني في مدينة سبها. الآن ما بعد سبها، يعني سبها اليوم محررة، سبها اليوم يعني آمنة بجيشها بأمنها، حتى جميع الأجهزة الأمنية بأمانة تعمل بشكل جيد، دوريات أمنية، مديرية الأمن تعمل، الحرس البلدي يعمل، شركات النظافة، يعني حتى مطار سبها الآن يعني ربما أنجز يعني نسبة كبيرة من تنظيف المطار حتى يبدأ في الصيانة بشكل رسمي. أمس كان في حضور لمشايخ وأعيان المنطقة الغربية، وكان فيه يعني دعم كبير بعد ما أصدروا البيان، دعم كبير لعمليات تحرير المنطقة الجنوبية من قبل القوات المسلحة في تأييد كبير من المنطقة الغربية، حوالي 23 بلدية. ونحن نعلم يعني حجم الدعم الذي تقدمه المنطقة الغربية للمنطقة الجنوبية، وبالتالي سيكون تحرير المنطقة الغربية بعد تحرير المنطقة الجنوبية مباشرة، كون هذه الرسالة من أرسلها حكماء وأعيان المنطقة الغربية، أن بعد المنطقة الجنوبية ستكون المنطقة الغربية بشكل سريع حتى يعني. نعم، موفد قناة ليبيا الحدث، كنت معي عبر الهواء مباشرة من مدينة سبها حمدي حيلي، شكرا لك.